وبعد اتفاق الرياض اجيت ونزلت من ابناء شبوه، ما نزلت احد، نزلت وجدي باعوم 3 نقاط فقط على المداخل، ما جبنا احد من خارج ابناء شبوه. هذه 3 نقاط كشفت لي اشياء لم تكشف لي من اول، وضبطت لي سلاح لم يضبط من اول في هذه المداخل، وعرفت من يدخل ومن يخرج لم كنت اعرف اقلب الامور. حاولنا ان نحفظ ما وجيه جبنا من ابناء شبوه، لان ابناء شبوه ما يريدون يكونوا الراس، مشان اكون صريح واضح معكم. حاولت هذه الفتره انهم يكونوا الراس هم، ولا دخل حد غريب معهم، لكن للاسف لم يتعاون، واقولها بكل صراحه. شدينا الامر، حدث التغييرات في اركان وعمليات الخاصه، لم ينفذها لا وزير الداخلية ولا السلطات العليا. أنا ليس عاجز أن نعمل لهم مثل المحافظين الأخرى، ألقي قرارات وقرحها ما نكلف في أي واحد، لكن أنا أريد حافظ على الدولة وهيبتها وتسلسلها، أريد حافظ أنها تمشي وحافظ على وجيههم. مشت هذه، عملت عدة رسائل، إذا لم تتجه الأمور في التصحيح الصح، أنا أريد أبناء شبوه شبوه، ليش تبع حزب الفلاني ولا توجه السياسي الثاني؟ حزبهم شبوه، محافظتهم شبوه، وأمنها واستقرارها، هذا هو هدف الجميع، والله يلعنه اللي ما يمشي على هذا الاتجاه. ايوه هذا الذي نمشي عليه، لكن للاسف شوف انه يا انا يا الطوفان، هذا لن نسمح به، يا انا يا الطوفان لن نسمح به. شبوه في ذمتي قبل اي واحد، وأمنها واستقرارها مهما كلف، لكن الحمد لله اريد الناس انها تفهم ايش اللي يدور. عملوا التغييرات لم تنفذ، بل أنا من خارج شبوه ليس من شبوه، لكن حصلوا من يسيروه في شبوه، حصلوا من يسيروه من أبناء شبوه. حصلت هذه الأمور، نزلت ضبط، عملنا دعينا مدير الأمن ودعينا أنهم يعملوا حملة على السلاح، حملة على السلاح. حدثت الحملة، تم شد الأمن وتم ضبط الأمن، وكم عدد تقريبا أكثر من 300 و400 قطعة، إعلان رسمي ومحاضر رسمية، وتم شد. لكن يبدو أن بعض الناس يكون أنا ولا غيري لا يمكن، وهي فترة 7 أشهر كانوا الأمن لأنفسهم، لم يدخل شريك معهم، 7 أشهر لم يدخل شريك معهم إلا في الآونة الأخيرة دخلت معهم أبناء شبوه، دفاع شبوه، ما دخلت حد غريب. للأسف عندما شافوا الأمور أنها تشتد وتنضبط ما راقوا لهم. خرجت أول مشكلة حدثت، أنا أعتبر أن أي مشكلات كانت أنها حادثات عرضية، حدثت في نقطة الكهرب، تم إصابة 2 من أبناء شبوه من محافظة شبوه باسم وهم في الدفاع. عملوا لهم زوبعات اصحاب الدفاع، قلنا في لجنه تحقيق ومنهم يرمي يتخذ اجراءات. عبال ما اللجنه تشتغل بعد الشده داخل عتق ومسك الموقف داخل عتق، وبعد الاعلانات عدم اي استعراضات عسكريه او اطقم عسكريه، نتفاجأ بقائد القوات الخاصه يخرج له ب5 أطقم فوق النقاط، حد منهم يوقف وحد يتجاوز. الإنسان يكون يساعد من كان، له قائد وله كان يكون يساعد. نحن لا نستبق الأحداث، لا حمل هذا ولا هذا، عملنا إجراء وقائد، ومنه غلطان من القادة أو من الجنود يأخذ حسابه. هذا الذي حبيت أن أوضح لكم، وهذا الذي يجري. أنا أعتبرهم لهذا الحين أنهم نظيفين، ولا أن هو بكرة هو النهاية، هو بيطلع أحد الأطراف هو. أما بعض الحوادث تحدث عرضية دائماً، لكن الحشو والتعبئة بين أبناء شبوه هذا هو الغلط. ما حد يحشى وهي بتصبح في عيال الناس الغلابة، ما بتوصل للرؤوس الكبيرة في المساكين الذي لا حول لهم ولا قوة، ما بتيجي. ولا التغذيات، أو بالأمس شدهم على النقاط ولا على حملات يقولوا ما معنا بنزين ولا معنا ذخيرة، اليوم ما أقدر، التجار السلاح كلهم يشترون 100 الملايين، إيش معنى هذه الحركات اللف والدوران؟ بالامس ما معنا بترول ولا ذخيره، لا خرجتم في حمله، واليوم اسالوا تجار السلاح كم يشتروا.
لن اسمح بشخص شبوه اكبر من كرسي عوض محمد، اكبر من كرسي الدحبول، اكبر من كرسي الكعب، اكبر من كرسي باعو، يكون هذا كلام واضح ولا نتجاوز فيه ولا نسمح فيه. من حاول انه يشيل انه بيكون على راسه، ما بيكون على غيره. هذا حبيت اوضح حالكم من شان لان نشوف الهدرات والكلام والقيل والقال وبيجيب وبيجيب. اذا ما حد اهل شبوه يردوا راس لا يلوموا الا انفسهم. اما امن شبوه ما بسمح بفرط فيه لاجل شخص او اشخاص او احزاب او توجهات سياسيه. هذا تكون واضحه للكل. من شان تكونوا على صوره والبلبلات الذي لاغراض الخارجيه تكونوا واضحين فيها. هذا ما حبيت اوضح حالكم. لا بس تكون في الصورة. نعم شكرا لك. شكرا. شوفوا شوفوا الامور ان يكون واضح في الصورة، والله لا يسلم منها احد. والتغييرات قادمة على الكل الذي عاده ما صحي. شبوه اكبر من الكل. اكبر من الكل وكل واحد يوعي. احنا الفترة والاحترام والتقدير انتهت. لان ما حد قدرها ولا فهمها.